ضربت موجة طقس سيء مناطق متفرقة من أستراليا، حيث تسببت الأمطار الثلجية وتساقط الثلوج الكثيفة في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل وإغلاق الطرق. وأعلن مسؤول الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح الثلجية تعدت 120 كيلو متر في الساعة، مما تسبب في احتجاز السائحين في أحد المرتفعات التي شهدت كثافة شديدة للثلوج بالإضافة لتجمد الطرق. Yellow. 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 Yellow.